سلوان تعد من أكبر قرى مدينة القدس أو محافظة القدس، وتتميز بميزة أخرى وهي التصاقها من الجهة الشمالية بسور المسجد الأقصى وسور مدينة القدس داخل الأسوار، يحدها من الشمال كما قلنا المسجد الأقصى ومدينة القدس، وأيضا جزء من وادي الجوز الذي يأتي في المنطقة المحاذية للجهة الشمالية لسلوان. من جهة الشرق يوجد الطور، وأيضا الجزء الغربي من العزرية وأبو ديس. من الجهة الجنوبية السواحل الشرقية ووادي النار وبعض المستوطنات الموجودة المتاخمة لمنطقة العزرية وأبو ديس، بالإضافة إلى حي الثوري الذي يحدها من الجهة الغربية. قرية سلوان انبنت لما ضاقت القدس داخل الأسوار بما رحبت في سكانها. سكان البلد القديمة بعد مرور سنين وعشرات السنين ومئات السنين بفعل أنه كانت الدنيا فيش فيها أمان، كانت عندنا دنيا مغرب، كانوا يسكروا أبواب البلد القديمة وينضبوا الناس في بيوتهم وداخل الأسوار. بعد الفترات الزمنية والحقب الزمنية هاي ضاقت القدس في سكانها، فاختاروا تم الاختيار على ناس تقع فيها مواصفات الرجولة، مواصفات البطولة، مواصفات التضحية، مواصفات الجبروت، اللي يطلعوا من هاي البلدة ويسكنوا في جهة جنوبية من البلدة القديمة. الجهة الجنوبية على أساس أنه يحرسوا عين سلوان، وزائد أنه يكونوا حامين للقدس ولجدرانها من الجنوب اللي هي طريق الغزوات. سموا هاي البلد باسم سلوان لأنه سلوان من كلمة النسيان. النسيان يعني أنه سكان البلد القديمة شعروا بالأمان ونسيوا الخوف وشعروا في الاطمئنان، لأنه هدول الناس صاروا حراسهم من الجهة اللي دائما بتجيب لهم التهديد وبتجيب لهم الحروب والويلات. قرية سلوان هي من القرى الأكثر مساحة والأكثر سكانا في محافظة مدينة القدس، حيث يربو سكانها على 55,000 نسمة حاليا حسب إحصائيات 2017. واحدة من أهم القرى من ناحية التاريخ، حيث يعود بتاريخها إلى الفترة الكنعانية. يعتبرها كثير من علماء الآثار والتاريخ أنها القدس القديمة، أو هي المؤسسة الأولى لإنشاء هذه المدينة العريقة، حيث سميت في ذلك الوقت يبوس وأقيمت على ما تلت الظهور التي هي الآن جزء من سلوان. سلوان تنقسم إلى عدة مناطق، منها منطقة وادي حلوة وكان يسمى فيما سبق وادي النباح، ثم يحد يعني جزء منها منطقة البستان المهدد بالمصادرة وتحويله إلى منطقة ذات طابع صهيوني ويهودي ويسمى بالحديقة التوراتية للملك داود، بالإضافة إلى بطن الهوى الذي يعتبر من أكثر الأماكن كثافة سكانية، منطقة السويح، منطقة الشياح، وأيضا جزء من واد قدوم ورأس العمود. وإذا توجهنا إلى الشرق الجنوبي أكثر،
نقول عن عين اللوزة وأيضا جزء من حي الثوري وإلى نهايات منطقة الصلعة. هناك الكثير من المعالم الأثرية التي استغلتها سلطة الآثار الإسرائيلية وأيضا جمعية العاد الاستيطانية التي تفعل دورها تدريجيا في منطقة سلوان، منها على سبيل المثال الحفريات الموجودة في منطقة ما يسمى اليوم عير دافيد، وهي بقايا من الأبنية التي لم يحصل علماء الأثار الإسرائيليين على مبتغاهم، حيث وجدت الكثير من الأثار التي تعود إلى الفترة العثمانية والفترة الفاطمية، الفترة العباسية، منها حي عباسي، تربة للعباسيين أيضا هناك، وتربة للأمويين، بالإضافة إلى القصر الأموي السابع الذي اكتشف حديثا في منطقة أعلى وادي حلوة، بالإضافة إلى نفق سلوان التاريخي الذي يدعي الإسرائيليين أنه إنشاء إسرائيلي في القرن الثامن قبل الميلاد، وبئر وورن أو البئر الكنعاني الذي كان يزود الماء بالفترة الكنعانية للكنعانيين داخل أسوار المدينة في ذلك الوقت. لو ما في مياه عين سلوان الجارية اللي تسقي حقولها وبساتينها وتسقي ناسها لما كان في هنالك شيء اسمه سلوان. بيطلقوا عليها عين ستة مريم، يطلق عليها عين أم الدرج، ويطلق عليها عين جحون اسم كنعاني، بس الإسرائيليين عمالهم بيستخدموه على أساس ينسبوا لهم هم، ولا مرة كان لهم. عين سلوان محفورة في نفق طوله 530 متر يوصل ما بين مدخلها ومخرجها، وهذا كان يمكن السكان من الوصول لها بأي اتجاه، يعني كان في أول البلد في مخرج وبآخر البلد في مدخل، يسهل القرب على سكانها أنهم يوصلوا عين سلوان ويشربوا ويأخذوا أغراضهم ويأخذوا احتياجهم من المية بشكل مستمر. الحفر واضح أنه كان يدوي، الحفر قد جسم بالتمام، في كمان تعرجات داخل الحفر داخل النفق لا يمكن أنك توصله بدون وسائل ضوئية، بدون شمع أو لوكسات. يعني العين بالنسبة للمسيحيين في رواية إنه سيدنا المسيح زار العين، بس هكذا تروح تحكى، وسيدنا المسيح شفى الضرير في مياه العين، شفى الأبرص من مياه العين، فبالتالي هاي الروايات تناقل، فمما دعاها مقدسة عند المسيحيين. عند الإسلاميين عنا كمسلمين طعمها بيوهمك إنها زمزم، طعمها قريبة جدا لزمزم، وسميناها وجدنا سموها هي زمزم القدس، هي زمزم القدس، هي من تبعث الحياة للقدس. وما يدل على عراقة تاريخ سلوان وتغلغلها في العمق الأصيل لمدينة القدس بيت الشعر الذي ذكره أبو علاء المعري: وبعين سلوان التي في قدسها طعم يوهم أنه من زمزم. نعم، من أهم المعالم المسيحية التاريخية في منطقة سلوان كنيسة صياح الديك، وهي كنيسة حديثة نسبيا، ولكن أقيمت
على كنيسة صليبية وكنيسة بيزنطية أيضا، وجزءها المنخفض أو الأكثر انخفاضا في الكنيسة هو يعبر عن حبس السيد المسيح لعدة ساعات حتى جاء أمر اعتقاله ومحاكمته من قبل الرومان أو من قبل بيلاطس البنطي. لذلك نجد أنها تتكون من عدة طبقات. البناء الأكثر حداثة هو ما بني على يد أنطونيو بارلوتشي، وهو واحدة من أهم الكنائس التي بناها هذا المعماري الإيطالي المشهور. بنيت على شكل صليب تقريبا ما بين عامي 1947 و1955، وهذه تخلد حدث أن القديس بطرس الشخصية الثالثة بعد سيد المسيح والقديس بولس في الديانة المسيحية، حسب التقاليد المسيحية قد أنكر السيد المسيح ثلاث مرات، وهو ما نبأ به السيد المسيح قبل اعتقاله بأنه سينكره ثلاث مرات قبل أن يصيح الديك، ومن هنا جاءت اسم هذه الكنيسة. يعتقد المسيحيون أن هذه الكنيسة هي المكان الذي اختبأ في مغاراتها القديس بطرس حتى جاءت العفو والبراءة من الذنب من الله سبحانه وتعالى لهذا القديس. القصور الأموية اليوم بتواجه استهداف كبير جدا. يعني القصور الأمويين الأمراء الأمويين بنوا قصورهم ملاصق لسور القدس على أساس يكونوا قريبين على المسجد الأقصى، وملاصق للمسجد الأقصى. ماشي. اليوم في تزوير واضح في المعالم، في أعمال باستمرار بتصير داخل القصور الأموية، ومنلاقي جدران ارتفعت جديد ما كان لها وجود لا في الزمان القديم ولا اليوم، بتلاقيها موجودة. تزوير التاريخ معروف من الإسرائيليين منذ القدم، والتاريخ وعلماء التاريخ الإسرائيليين نفسهم كمان بثبتوا مدى بشاعة تزوير وتشويه التاريخ من قبل الاحتلال وسلطة الآثار تبعتهم.
سلوان تعد من أكبر قرى مدينة القدس أو محافظة القدس، وتتميز بميزة أخرى وهي التصاقها من الجهة الشمالية بسور المسجد الأقصى وسور مدينة القدس داخل الأسوار، يحدها من الشمال كما قلنا المسجد الأقصى ومدينة القدس، وأيضا جزء من وادي الجوز الذي يأتي في المنطقة المحاذية للجهة الشمالية لسلوان. من جهة الشرق يوجد الطور، وأيضا الجزء الغربي من العزرية وأبو ديس. من الجهة الجنوبية السواحر الشرقية ووادي النار وبعض المستوطنات الموجودة المتاخمة لمنطقة العزرية وأبو ديس، بالإضافة إلى حي الثوري الذي يحدها من الجهة الغربية. قرية سلوان انبنت لما ضاقت القدس داخل الأسوار بما رحبت في سكانها. سكان البلد القديمة بعد مرور سنين وعشرات السنين ومئات السنين بفعل أنه كانت الدنيا فيش فيها أمان، كانت عندنا دنيا مغرب، كانوا يسكروا أبواب البلد القديمة وينضبوا الناس في بيوتهم وداخل الأسوار. بعد الفترات الزمنية والحقب الزمنية هاي ضاقت القدس في سكانها، فاختاروا وتم الاختيار على ناس تقع فيها مواصفات الرجولة، مواصفات البطولة، مواصفات التضحية، مواصفات الجبروت، اللي يطلعوا من هاي البلدة ويسكنوا في جهة جنوبية من البلدة القديمة. الجهة الجنوبية على أساس أنه يحرسوا عين سلوان، وزائد أنه يكونوا حامين للقدس ولجدرانها من الجنوب اللي هي طريق الغزوات. سموا هاي البلد باسم سلوان لأنه سلوان من كلمة النسيان. النسيان يعني أنه سكان البلد القديمة شعروا بالأمان ونسيوا الخوف وشعروا في الاطمئنان، لأنه هدول الناس صاروا حراسهم من الجهة اللي دائما بتجيب لهم التهديد وبتجيب لهم الحروب والويلات. قرية سلوان هي من القرى الأكثر مساحة والأكثر سكانا في محافظة مدينة القدس، حيث يربو سكانها على 55,000 نسمة حاليا حسب إحصائيات 2017. واحدة من أهم القرى من ناحية التاريخ، حيث يعود بتاريخها إلى الفترة الكنعانية. يعتبرها كثير من علماء الآثار والتاريخ أنها القدس القديمة، أو هي المؤسسة الأولى لإنشاء هذه المدينة العريقة، حيث سميت في ذلك الوقت يبوس وأقيمت على ما تلت لدهور التي هي الآن جزء من سلوان. سلوان تنقسم إلى عدة مناطق، منها منطقة وادي حلوة وكان يسمى فيما سبق وادي النباح، ثم يحد يعني جزء منها منطقة البستان المهدد بالمصادرة وتحويله إلى منطقة ذات طابع صهيوني ويهودي ويسمى بالحديقة التوراتية للملك داود، بالإضافة إلى بطن الهوى الذي يعتبر من أكثر الأماكن كثافة سكانية، منطقة السويح، منطقة الشياح، وأيضا جزء من واد قدوم ورأس العمود. وإذا توجهنا إلى الشرق الجنوبي أكثر، نقول عن عين اللوزة
وأيضا جزء من حي الثوري وإلى نهايات منطقة الصلعة. هناك الكثير من المعالم الأثرية التي استغلتها سلطة الآثار الإسرائيلية وأيضا جمعية العاد الاستيطانية التي تفعل دورها تدريجيا في منطقة سلوان، منها على سبيل المثال الحفريات الموجودة في منطقة ما يسمى اليوم عير دافيد، وهي بقايا من الأبنية التي لم يحصل علماء الأثار الإسرائيليين على مبتغاهم، حيث وجدت الكثير من الأثار التي تعود إلى الفترة العثمانية والفترة الفاطمية، الفترة العباسية، منها حي عباسي، تربة للعباسيين أيضا هناك، وتربة للأمويين، بالإضافة إلى القصر الأموي السابع الذي اكتشف حديثا في منطقة أعلى وادي حلوة، بالإضافة إلى نفق سلوان التاريخي الذي يدعي الإسرائيليين أنه إنشاء إسرائيلي في القرن الثامن قبل الميلاد، وبئر وورن أو البئر الكنعاني الذي كان يزود الماء بالفترة الكنعانية للكنعانيين داخل أسوار المدينة في ذلك الوقت. لو ما في مياه عين سلوان الجارية اللي تسقي حقولها وبساتينها وتسقي ناسها لما كان في هنالك شيء اسمه سلوان. بيطلقوا عليها عين ستة مريم، يطلق عليها عين أم الدرج، ويطلق عليها عين جحون، اسم كنعاني بس الإسرائيليين عمالهم بيستخدموه على أساس ينسبوا لهم، هم ولا مرة كان لهم. عين سلوان محفورة في نفق طوله 530 متر يوصل ما بين مدخلها ومخرجها، وهذا كان يمكن السكان من الوصول لها بأي اتجاه، يعني كان في أول البلد في مخرج وآخر البلد في مدخل، يسهل القرب على سكانها أنهم يوصلوا عين سلوان ويشربوا ويأخذوا أغراضهم ويأخذوا احتياجهم من المية بشكل مستمر. الحفر واضح أنه كان يدوي، الحفر قد جسم بالتمام، في كمان تعرجات داخل الحفر داخل النفق، لا يمكن أنك توصله بدون وسائل ضوئية، بدون شمع أو لوكسات. يعني العين بالنسبة للمسيحيين في رواية إنه سيدنا المسيح زار العين، بس هكذا تحكى، وسيدنا المسيح شفى الضرير في مياه العين، شفى الأبرص من مياه العين، فبالتالي هاي الروايات تناقل، فمما دعاها مقدسة عند المسيحيين. عند الإسلاميين عنا كمسلمين طعمها بيوهمك إنها زمزم، طعمها قريبة جدا لزمزم، وسميناها وجدنا سموها هي زمزم القدس، هي زمزم القدس، هي من تبعث الحياة للقدس. وما يدل على عراقة تاريخ سلوان وتغلغلها في العمق الأصيل لمدينة القدس بيت الشعر الذي ذكره أبو علاء المعري: وبعين سلوان التي في قدسها طعم يوهم أنه من زمزم. نعم، من أهم المعالم المسيحية التاريخية في منطقة سلوان كنيسة صياح الديك، وهي كنيسة حديثة نسبيا، ولكن أقيمت على كنيسة صليبية وكنيسة بيزنطية أيضا،
وجزءها المنخفض أو الأكثر انخفاضاً في الكنيسة هو يعبر عن حبس السيد المسيح لعدة ساعات حتى جاء أمر اعتقاله ومحاكمته من قبل الرومان أو من قبل بيلاطس البنطي. لذلك نجد أنها تتكون من عدة طبقات. البناء الأكثر حداثة هو ما بني على يد أنطونيو بارلوتشي، وهو واحدة من أهم الكنائس التي بناها هذا المعماري الإيطالي المشهور. بنيت على شكل صليب تقريبا ما بين عامي 1947 و1955، وهذه تخلد حدث أن القديس بطرس الشخصية الثالثة بعد سيد المسيح والقديس بولس في الديانة المسيحية، حسب التقاليد المسيحية قد أنكر السيد المسيح ثلاث مرات، وهو ما نبأ به السيد المسيح قبل اعتقاله بأنه سينكره ثلاث مرات قبل أن يصيح الديك، ومن هنا جاءت اسم هذه الكنيسة. يعتقد المسيحيون أن هذه الكنيسة هي المكان الذي اختبأ في مغاراتها القديس بطرس حتى جاءت العفو والبراءة من الذنب من الله سبحانه وتعالى لهذا القديس. القصور الأموية اليوم بتواجه استهداف كبير جدا. يعني القصور الأمويين الأمراء الأمويين بنوا قصورهم ملاصق لسور القدس على أساس يكونوا قريبين على المسجد الأقصى، وملاصق للمسجد الأقصى. ماشي. اليوم في تزوير واضح في المعالم، في أعمال باستمرار بتصير داخل القصور الأموية، وبنلاقي جدران ارتفعت جديد ما كان لها وجود لا في الزمان القديم ولا اليوم، بتلاقيها موجودة. تزوير التاريخ معروف من الإسرائيليين منذ القدم، والتاريخ وعلماء التاريخ الإسرائيليين نفسهم كمان بثبتوا مدى بشاعة تزوير وتشويه التاريخ من قبل الاحتلال وسلطة الآثار تبعتهم.